تقام صلاه الجنازه على روح الفقيد بملعب العقيد اللطفي بمدينه تلمسان معقل وداد تلمسان. اذا سمير حجاوي كما نتابع وافته المنيه الاحد الماضي بفرنسا بعد صراع طويل مع المرض. سمير حجاوي صاحب الاثنتين واربعين سنه والذي عرف بتصدياته الممتازة لمختلف اللاعبين لم يكن بإمكانه التصدي لأجله الذي باغته أمسية الأحد الماضي. إن لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان. إذن أذكر بأن سمير حجاوي لعب لمختلف الأندية الجزائرية على غرار وفاق سطيف ووداد تلمسان بالإضافة إلى شباب بلوزداد وجمعية الشلف وحقق الكثير من الألقاب المحلية والإقليمية. هكذا يذهب الرجال ويبقى الأثر. رحل عنا سمير حجاوي بعد مسيرة طيبة في الملاعب الجزائرية رصعها بتتويجات مستحقة محلية وإقليمية كما قلت حققها الرجل في مسيرته الكروية. سمير حجاوي الذي عرف بأخلاقه وخصاله الحميدة وهو ما شهد له كل من عرف الرجل عن قرب وزملائه وكل من عملوا معه في مسيرته الكروية وحتى المتابعين لشأن كرة القدم المحلية. إذن بملعب العقيد لطفي بولاية تلمسان أو بمدينة تلمسان بالتحديد ستقام صلاة الجنازة على روح الفقيد رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان. ولنضعكم أكثر في الصورة سنحاول ربط الاتصال مع مراسلنا من مدينة تلمسان أمين مسعودي. مرحبا بك زميلي. إذا أجواء تبدو مهيبة والحزن يخيم طبعا على المكان بفقدان هذا الرجل الفذ. هل لك أن تضعنا أكثر في الصورة؟ تفضل. نعم زميلي حسام، كما ذكرت من قبل أجواء مهيبة جدا تعيشها مدينة تلمسان اليوم مع فقدان رحيل أحد لاعبي الكرة الجزائرية المرحوم سمير حجاوي الذي وافته المنية رحمه الله. في هذه الأثناء ستقام زميلي حسام صلاة الجنازة على الفقيد هنا بملعب العقيد لطفي بتلمسان. أجواء مهيبة وحضور كبير وكبير جدا للاعبين دوليين سابقين، لاعبين عايشوا وكانوا زملاء مع المرحوم سمير حجاوي. جاءوا أيضا مناصرين من مختلف الولايات ومختلف النوادي على غرار أنصار وفاق سطيف، أنصار شبيبة القبائل. نعم كما تشاهدون معنا الآن صلاة الجنازة على المرحوم سمير حجاوي. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. والموعد ان شاء الله في المقبره. كما كنتم تشاهدون معنا مشاهدينا الكرام وعلى المباشر من هنا من ملعب العقيد لطفي اين اقيمت منذ قليل صلاه الجنازه على المرحوم سمير حجاوي.
الله أكبر الله أكبر. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. الموت حق على كل إنسان، ولكنه الأصعب والأفجع والأقصى على كل النفوس. فنسأل الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. كما نتابع حشود من أبوا إلا أن يأتوا لتشيع جثمان هذا الرجل الذي ترك أثرا طيبا في نفوس كل من عرفوه، وترك بصمة في الملاعب الجزائرية بعد أن كان من أفضل حراس المرمى في الجزائر. مثل العديد من الفرق كما قلت، ولعب أيضا بقميص المنتخب الوطني في بعض المناسبات. إذن سمير حجاوي كما نتابع سيوارى الثرى بعد قليل من الآن بمقبرة الشيخ سنوسي بمدينة تلمسان. رحمه الله رحمه الله. والجزائر مرة أخرى تفقد واحدا من أعلام الرياضة المحلية. شكرا لك سمير حجاوي على ما قدمته للجزائر، وشكرا لك أيضا لأنك أسعدت الجماهير في مختلف الفرق التي لعبت لها بالقلب والحرارة أيضا. شكرا 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 جزيلا لك سمير حجاوي، ورحمك الله وجعل منزلتك مع الشهداء والصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقا. شكرا لك، وألهم ذويك الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. أذكر مشاهدي الأفاضل بأن سمير حجاوي توفي عن عمر ناهز 42 سنة بأحد المستشفيات الفرنسية بعد صراع مع مرض السرطان. وأذكر أيضا بأن حجاوي قد نقل إلى فرنسا بعد أن عجز الأطباء عن إيجاد طبعا حل لحالته الصحية، ما استدعى نقله إلى فرنسا بمساعدة من طرف السلطات الجزائرية وخاصة الوزارة الوصية، وزارة الشباب والرياضة. بعد حجاوي أيضا بعد أن قضى فترة بفرنسا، ويبدو أنه فقد الأمل، وطبعا الأعمار بيد الله، خرج مرة أخرى بفيديو يطلب من السلطات الجزائرية إجلاءه للعودة إلى أرض الوطن. وطبعا الوفاة أمام أقاربه وعائلته، وخاصة فلذات كبده أبنائه. طبعا رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان. نعود إليك أمين مسعودي، تفضل. نعم زميلي حسام، رحمه الله وأسكنه فسيح جلاله، إن لله وإنا إليه راجعون. في هذه الأثناء زميلي حسام سيشيع جثمان سمير حجاوي إلى مثواه الأخير بمقبرة الشيخ السنوسي التي لا تبعد كثيرا عن ملعب العقيد لطفي بتلمسان، أين أقيمت صلاة الجنازة على المرحوم. جمع غفير جدا جاءوا من مختلف الولايات، من مختلف ولايات الوطن، لتشييع جنازة المرحوم سمير حجاوي. زملائه السابقين، أصدقائه، مناصري من فرق لعب لها الحارس الدولي سمير حجاوي، على غرار مناصري وفاق سطيف وشبيبة القبائل الحاضرون هنا بتلمسان لتشجيع
جثمان المستقيم سمير حجاوي. في هذه الأثناء كما قلت زميلي حسام ومشيا على الأقدام سيشيع الحارس الدولي الراحل سمير حجاوي إلى مثواه الأخير بمقبرة الشيخ السنوسي بمدينة تلمسان. لا لا تبغي نحيها سمير حجاوي مقبرة عن ملعب العقيد اللطفي. هي مقابلة تماما يفصل بينهما شارع واحد فقط بين ملعب العقيد لطفي ومقبرة الشيخ السنوسي حوالي كيلومترين ثلاث كيلومترات على الأكثر لأن الموكب يصير نظرا للجمع الغفير جدا الذي يحضر هنا بمدينة تلمسان لتشييع جثمان الحارس الدولي الراحل سمير حجاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. سمير حجاوي الذي كان قد نقل إلى فرنسا منذ أيام إلا أنه لم يكتب له الشفاء رحمه الله الذي توفى بأحد المستشفيات بفرنسا أين كان قد نقل أمس عبر مطار هواريبو مدينة الدولي في رحلة قادمة من فرنسا لينقل بعدها إلى مدينة تلمسان مسقط رأس الحارس الدولي سمير حجاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. الحجاوي المعروف هنا بتلمسان بحسن أخلاقه وحبه للخير يساعد الجميع الكل يثني على الراحل بحسن خصاله وأخلاقه الطيبة كما تشاهدون معنا في هذه الصور. مشاهدينا لا زال الموكب الجزائري يسير نحو مقبرة الشيخ السنوسي بمدينة تلمسان أين سيورث ثراه الفقيد الحارس الدولي السابق سمير حجاوي إلى مثواه الأخير. إن لله وإنا إليه راجعون. وتحت تكبيرات المشيعين كما تشاهدون الذين جاءوا قلت من مختلف مليونات الوطن مناصرين لاعبين أصدقائه محبيه أنصار الكل حضر إلى تلمسان لتشييع جثمان الفقيد سمير حجاوي إلى مثواه الأخير. طبعا وداعا سمير حجاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. إن لله وإنا إليه راجعون. الموكب الجنائزي سيصل بعد قليل إلى مقبرة الشيخ السنوسي التي لا تبعد كثيرا عن ملعب العقيد لطفي أين أقيمت صلاة الجنازة رحمه الله وأسكن فسيح جنينه. طبعا صلاة الجنازة كانت قد صليت أو أديت في ملعب العقيد لطفي نظرا للجماهير نظرا للجمع الغفير جدا الذي حضر مراسيم هذه الجنازة. سندخل بعد قليل كما تشاهدون إلى مقبرة الشيخ السنوسي. سندخل بعد قليل كما قلت إلى مقبرة الشيخ السنوسي أين سيورى الفقيد الحارس الدولي السابق سمير حجاوي. طبعا في هذه اللحظات سيدخل الموكب الجنائزي إلى مقبرة الشيخ السنوسي بمدينة تلمسان أين سيوارى الفقيد إلى مثواه الأخير رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. طبعا أجواء الحزن بادية على أصدقائه ورفاقه وعائلته بفقدان الحارس الدولي السابق سمير حجاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. جمع غفير من المشيعين طبعا
على المباشر كما تشاهدون أصدقاء الفقيد رفقاؤه معنا على المباشر زميلي حسام أحد المشيعين وهو قادة الشافي عظم الله أجرنا وأجركم. تعازينا مرة أخرى لأسرة كرة القدم الجزائرية، ماذا عسانا أن نقول؟ الرحمة والمغفرة. قد ما رانا متأطرين قد ما رانا فرحانين بالحضور تاع الكبير تاع الرياضي اليوم اللي جاوا، جا عن طريق يحيى، جا بورحلي من سطيف، جاوا اللاعبين من العاصمة من الشرق الجزائري من الصحراء باش يعزوا حجاوي على تحجاوي. حنا نتمنوا له الرحمة والمغفرة، ربي يغفر له. واش نقول لك يعني، واش نقول لك؟ الله يصبر داوي وان شاء الله يكون من أهل الجنة. الله يعطيهم الصبر إن شاء الله. إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه، محبي سمير حجاوي الذين حضروا بكثرة إلى مقبرة الشيخ السنوسي بمدينة تلمسان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في هذه اللحظات المهيبة والحزينة في نفس الوقت، تشييع جنازة الفقيد سمير حجاوي إلى مثواه الأخير هنا بمقبرة الشيخ السنوسي بمدينة تلمسان، إلى مثواه الأخير. رحم الله وأسكنه فسيح جلاله، ورحم الله جميع موتى المسلمين. يوم حزين كما قلت تشهده. نعم خويا. نعم، حضور جماهيري غفير لتشيع جثمان الراحل هو دليل على مكانة الرجل في أوساط المجتمع ككل، كرياضي وكشخص أيضا. والمشهد يدل على أن مدينة تلمسان والرياضة الجزائرية فقدت شخصا محبوب حقيقة وعزيز حقيقة على كل القلوب. ليس فقط مدينة تلمسان بل الجزائر ككل فقدت أحد اللاعبين الموهوبين المتميزين، عرفهم المنتخب الوطني وعرفتهم العديد من الأندية في المحترف الأول. الحارس الدولي سمير حجاوي هو محبوب جدا، وكل من يعرف سمير حجاوي رحمه الله يعرف خصاله الطيبة وأخلاقه وتواضعه وحب مساعدة الغير، يحب مساعدة كل من يحتاج إلى المساعدة. جمع غفير جدا يحضر هنا في مقبرة الشيخ السنوسي في مدينة تلمسان لتشييع جنازة الراحل الحارس الدولي السابق سمير حجاوي، حارس سابق أيضا لشبيبة القبائل وفاق سطيف وفريق الأم وداد تلمسان الذي لعب له الراحل سمير حجاوي. وجمع ما صنعه في مختلف الملاعب الجزائرية، تعددت الأسباب والموت واحد، هذا ما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى رحمه الله. أفرح رحمه الله، قلت زميلي حسام، لطالما أفرح أنصار العديد من الأندية التي فاز بها بعديد الألقاب على غرار وفاق سطيف الذي يحضر مناصريهم هنا ومحبيه، جاءوا من سطيف حتى إلى ولاية تلمسان من الشرق إلى أقصى الغرب خصيصا لتوديع المرحوم سمير حجاوي. لا زالوا لحد الآن يتذكرونه ويتذكرون الأفراح والأمجاد التي صنعها هناك في ملعب الثامن باي بسطيف، ودعا سمير حجاوي الجمع الغفير الحاضر هنا، المشيع الغفير الحاضر هنا بمقبرة الشيخ السنوسي، دليل على حب الأنصار
والأصدقاء لهذا الرجل الطيب المتواضع الذي رحل عنا على إثر مرض عضال كان قد أصابه. اضطره في ذلك للذهاب إلى فرنسا للعلاج، لكن قدر الله كان أسبق ورحل عنا الفقيد سمير حجاوي رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان. بعد لحظات سيتم إنزال جثمان الفقيد سمير حجاوي من سيارة الحماية المدنية ليوارى الثرى. أسكنه فسيح جلاله. إذن نكتفي بهذا القدر مشاهدينا الفاضل، مؤمنون بقضاء الله وقدره.